أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار، وأبرز ما فيها: قتلى في هجوم بسيارة مفخخة على بوابة 90 شرق سرت، وقوة العمليات الخاصة تبدأ بتأمين المنطقة الوسطى. أهالي درنا يدعون للابتعاد عن لغة السلاح وافتتاح طريق مرتوبة بعد إغلاقها لأكثر من 24 ساعة. وحرس السواحل ينقذ أكثر من 500 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل صبراتة والجربولي. في النشرة الاقتصادية تتابعون: إحالة أذونات صرف مرتبات مارس وأبريل إلى المركزي رغم تأخر صرف المرتبات السابقة. وتشاهدون في الرياضة: قرابة 48 ساعة تفصلنا عن مباراتي الكلاسيكو في ملعبي طرابلس وبنينا ضمن الدور الرباعي للتتويج بلقب الدوري الممتاز. أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية. خلف استهداف بوابة 90 على مشارف منطقة الهلال النفطي بسيارة مفخخة يقودها انتحاريون مقتل عسكري من البوابة ومدني تصادف مروره مع لحظة الانفجار. وذكرت المنسقة الإعلامية لغرفة عمليات سرت الكبرى انتصار محمد أن انفجار السيارة المفخخة جاء بالتزامن مع قيام سرية الشرطة العسكرية وغرفة العمليات بإبطال مفعول سيارة مفخخة ثانية في منطقة أم الجنديلة، الأمر الذي أدى إلى مقتل سائقها عقب قتله شخصا بالرصاص. ويأتي استهداف بوابة 90 للمرة الثانية في غضون أقل من 3 أشهر، حيث تعرض مقر الكتيبة 165 بالبوابة لتفجير عبر سيارة يقودها انتحارية، ما أسفر آنذاك عن إصابة 3 عسكريين بجراح متفاوتة واحتراق آليتين عسكريتين تابعتين للكتيبة. بشرت قوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الاثنين بشرت تأمين المنطقة الوسطى التي تشمل 7 مديريات من الجربولي غربا إلى سرت شرقا. وقال الملازم أول محمد القابسي في تصريح لقناتنا أنهم شرعوا فعليا في إقامة بوابات في منطقة الجربولي على أن تمتد هذه البوابات في المرحلة القادمة لتشمل مناطق القماطة والخمس ومسلاتة وزليتن ومصراتة وسرتة. بشرنا تأمين منطقة الوسطى تابعة لقوة العمليات الخاصة، طبعا تشمل 7 مديريات بدي من مديرية الجربولي إلى حين مديرية سرت. طبعا بشرنا اليوم وبدينا بعون الله إن شاء الله تركيز البوابات وتمركزات البوابات للشباب من منطقة الجربولي وين متواجدين حاليا، وتمتد منطقة القماطة والخمس سلاتة زليتن صراتة سرت. هذا وتشهد مدينة سرت حالة من الاستقرار الأمني بعد دحر ما يعرف بتنظيم الدولة من المدينة من قبل قوات عملية البنيان المرصوص. ورغم مرور أكثر من عام على انتهاء العمليات العسكرية بسرت، إلا أن المواطنين في المدينة لا يزالون يشكون قلة الخدمات العامة من سيولة وكهرباء، إضافة إلى عدم صرف تعويضات لمن تضررت منازلهم إبان فترة الحرب. اليوم سرت من بعد عملية بنيان مرصوص تقريبا من 2 سنين بوضع جيد. في أولا من أهلي سرت سكانها راجعين كلهم، محلات تجارية، مصارف. من ناحية الصحة صفر، نحكي بصراحة يعني مستشفى مسينة ما فيش حاجة وضع تبشيرة والله يلا شيء يرتلع الجبين. وضع السيولة ضعيف جدا، فما الوضع الأمني ممتاز، فما غلاء في الأسعار،
بشكل عام المعيشة زايدة. واضح أكلم من ناحية الأمن مستقر، ولكن من ناحية الغلاء غلاء، ومن ناحية الخدمات ما تذكرش فيها، ما فيهاش خدمات. شوف فيها أنت سرت طبعا، ما ردتش إلا بهلا، فهمت؟ أو ما شاء الله المحلات مفتوحات والناس ماشية، اللي يخدم وماشي أمورها، لكن مشكلة واحدة بس عندهم أنا اللي سرت، مشكلة السيولة. وماشي الناس ما شاء الله يعني، وجاية توا شهر رمضان الكريم إن شاء الله، يعني الناس خير من قبل، تقعد متحركة البلاد يعني وماشية الأمور. ولتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الخبير العسكري نوريا صلابي. أهلا بك سيدة صلابي. هجوم جديد بسيارة مفخخة على بوابة 90 شرق سرت، كيف تفسر ذلك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام. طبعا هذه يعني هذه المنطقة بالذات شرق سرت وجدابية وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها عملية الكرامة، هي الأكثر استهدافا من غيرها من المناطق الأخرى. طبعا السبب هو عدم قيامها القوات التابعة لهم بأي مطاردة أو متابعة لعناصر الإرهابية التي تنتشر هناك. أيضا البوابات وهذه النقاط لا 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 يوجد بها عناصر مدربة تدريبا جيدا ومتهيئة دائما لأي ظرف، ولا توجد يعني عندهم معلومات يعني استخباراتية دقيقة تحدد ربما هوية هذه المجموعات وأماكن تواجدها ونواياها. نعم. هذه كلها أسباب يعني هي التي جعلت هذه المنطقة أكثر استهدافا من غيرها من المناطق الأخرى، لعدم يعني وجود فعلا يعني قوات تدافع عنها بصورة جيدة. طيب برأيك يعني كيف يمكن أن يتم تأمين الطريق الساحلي وأيضا البوابات لتفادي تكرار مثل هذه الانفجارات؟ أولا يجب أن تكون هناك جدية وإخلاص في العمل، ليس يعني المقصود به هو يعني العمل لشخص أو شخصية معينة أو زعامة معينة وتحقيق أهداف خاصة لها دون مراعاة على يعني بالأمور الأخرى. يجب أن تكون هناك قوات فعلا مدربة تدريبا جيدا وعناصر يعني جادة في العمل، لا أن تتواجد ك يعني موظفين يشتغلون يتخذون مرتبات ولا يهمهم مهامهم وواجباتهم التي يؤدونها. يجب أن يكونوا يقظين في هذه الأماكن بالذات، يعني هم مستهدفون من العناصر الإرهابية في أي مكان، كل المناطق في ليبيا وكل البوابات وكل النقاط مستهدفة. إذا يجب عليهم أن يتهيأوا ولا ينامون ليلا ولا نهارا، يبقون دائما على أهبة الاستعداد، أصابعهم على الزناد حتى يعني يتفادوا حدوث مباغتة ومفاجأة مثل ما حصل في عديد المرات. نعم. طيب يعني الملازم أول محمد القابسي قال إنهم شرعوا فعليا في إقامة بوابات في منطقة الجربولي على أن تمتد هذه البوابات في المرحلة القادمة لتشمل عدة مناطق، مثلا يعني كجماطة والخمس ومسلاتة وزليتن وأيضا مصراتة وسرت. يعني برأيك هل هذا كافي لتأمين المنطقة الوسطى؟ هي خطوة جيدة، ولكن يجب أن تصحبها يعني عمليات سرية أخرى لاكتشاف العصابات التي تقوم بالعمليات الإجرامية والسطو والاعتداء على المسافرين وعلى المارة وملاحقتهم، ليس على الطريق الساحلي فقط، بل يجب أن تكون هناك دوريات تجوب كل المنطقة، يعني ليس بمحاذاة الطريق الساحلي بل ممكن في الدواخل، حيث تتواجد مجموعات وعصابات إجرامية تمتهن السطو والسرقة والقتل وغيرها. إذن واجب هذه القوة أولا يعني أن تؤمن هذه الطريق تأمينا جيدا، بأن تنشر نقاط ليست نقاط ثابتة فقط، بل ربما يعني تكون هناك نقاط متنقلة حتى تفاجئ من يريد القيام بأي عملية إجرامية. أيضا يجب أن كما قلت أن تكون العمل السري الأمني أكثر أهمية، وهو الذي يكشف مبكرا عن أي عمليات متوقعة أو سطوة وغيرها وعصابات يعني. وأيضا يجب أن يتم دعمهم وأن
تستمر هذه القوة، لا أن تبقى في بداية العمل يعني متحمسين للعمل ولكن بعد مضي أشهر تنتهي العملية. طيب يعني برأيك ألا يستفيد تنظيم الدولة من الشقاق السياسي والعسكري الحاصل في ليبيا الآن؟ يعني ألا يتطلب هذا الأمر توحيد الجهود بين حكومة الوفاق ربما وأيضا قوات الكرامة لدحر تنظيم الدولة والتنسيق فيما بينهما؟ نعم، من أهم الأعمال التي تحتاجها ليبيا الآن هي توحيد كل المؤسسات خاصة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأن تنظيم الدولة يستغل هذا الانقسام وهذا التشظي وهذه يعني الخلافات وهذه النزاعات لتنفيذ أغراضه وأهدافه في ضرب هذه يعني في نشر الرعب والقتل يعني وجميع العمليات التي يريدونها. نعم وصلت الفكرة، شكرا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الخبير العسكري نوري الصلابي، شكرا جزيلا لك. إلى درنا الآن، أكد مراسلي بالأحرار في درنا إعادة افتتاح طريق مرتوبة الواقع جنوب شرقي المدينة. وكانت قوات الكرامة قد أغلقت صباح الاثنين طريق مرتوبة درنا على خلفية التصعيد العسكري الأخير الذي تشهده تخوم المدينة. وفي السياق ذاته أعلنت غرفة عمليات عين مارة الثلاثاء مقتل 4 أفراد تابعين لقوات عملية الكرامة نتيجة المعارك التي جرت على تخوم درنا يوم أمس الاثنين. ومن جهتها ذكرت القوات الخاصة بنغازي أن المواجهات المسلحة التي جرت بمحوري الحيلة والفتايح أسفرت عن مقتل 5 أفراد وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة. وكان مراسل ليبيا الأحرار في درنا قد نقل عن مصدر طبي في مستشفى مرتوبة الميداني تأكيده وصول قتيل و9 جرحى من قوات الكرامة نتيجة هذه الاشتباكات. هذا ودع المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي ومجلس النواب والبعثة الأممية والمنظمات ذات العلاقة، دعاها إلى العمل على وقف التحشيد العسكري على درنا ومعالجة تداعيات الحصار على المدنيين وتسهيل دخول المواد الغذائية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية. وطلب المجلس في بيان له كافة القبائل المجاورة لمدينة درنا بالتدخل العاجل وتجنيب المدينة وأهلها ويلات الحرب والمساهمة مع مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي في رفع الحصار عن درنا والبحث عن حل سلمي تحت شرعية الدولة بحسب ما جاء في البيان. هذا واتهم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتهمها بالتواطؤ حول ما يحدث في درنا. نعم، وقال الشاطر في تغريدة له على تويتر وجهها للمبعوث الأممي غسان سلامة إنه من المفترض أن يكون هدف البعثة إحلال السلام والتوافق بين الفرقاء وفق تعبيره، مضيفا أن سكوت البعثة وعدم سعيها لكبح التدخل الأجنبي هو خيانة أخلاقية لشعب وثق في وعود منظمة أممية على حد قوله. وفي السياق ذاته ناشد أهالي درنا بكافة مكوناتها أبناء ليبيا إطفاء نار الحرب ودعم مشروع المصالحة الوطنية واللجوء إلى الحوار والابتعاد عن لغة السلاح. وطالب الأهالي في بيان لهم الاثنين بمنع التدخل الأجنبي وإيقاف الغارات الجوية التي تشن على المدينة منذ أعوام متسببة في سقوط العديد من الضحايا الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ. ودعا البيان إلى تحقيق طموحات أبناء المدينة من الاستحقاقات السياسية والتعجيل بالانتخابات وبناء المؤسسات المدنية والعسكرية والقضائية، محملا مسؤولية ذلك للمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق ومجلس النواب والمنظمات الحقوقية والإنسانية. نطلق هذه المناشدة نحن أهالي مدينة درنة بجميع شرائحها ومكوناتها، ندعو إلى الآتي: أولا،
إطفاء نار هذه الحرب فورا التي ستهلك الحرث والنسل والتي لن يكون فيها منتصرا لأنها حرب بين الأخ وأخيه. وإلى ملف آخر، حيث أنقذت دورية من حرس السواحل يوم الاثنين أكثر من 500 مهاجر غير نظامي في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل صبراتة والقربولي، بينهم 70 امرأة و22 طفلا كانوا على متن 3 قوارب مطاطية. وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم أن حرس السواحل أنقذ 100 مهاجر شمال صبراتة و406 مهاجرين آخرين قبالة شواطئ القربولي، قائلا إن دورية الحرس نقلت المهاجرين الذين يحملون جنسيات ليبية وتونسية ومصرية وبنغالية وجنسيات إفريقية أخرى إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تلقوا المساعدات الإنسانية والطبية ثم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. هذا وقال وزير الداخلية في الحكومة الإيطالية المستقيلة ماركو مينيتي، قال إنهم قطعوا خطوة إلى الأمام مع ليبيا على صعيد ملف الهجرة غير النظامية. وأضاف مينيتي أن مشكلة الهجرة في ليبيا لم تعد أو لم تحل بعد، لكنهم أقدموا على خطوة إلى الأمام وفتحوا أول ممر إنساني منها. وذكر وزير الداخلية أن منظمات إيطالية غير حكومية زارت اللاجئين في ليبيا في مبادرة هي الأولى من نوعها، قائلا إن إدارة تدفقات الهجرة تقع على عاتق الجانب الآخر من البحر المتوسط وإن هذا يبين أهمية العلاقة مع أوروبا. وفي السياق ذاته، أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية تقليص عدد مراكز الإيواء على مستوى ليبيا إلى 12 مركزا ليصل إجمالي عدد المراكز المغلقة إلى 34 مركزا. هذا وأوضح المستشار الإعلامي لجهاز الهجرة غير الشرعية ميلاد السعدي في تصريح لوكالة آكي أنه جرى تخفيض عدد المهاجرين في مركز إيواء زوارة ليصبح العدد أقل من 500 مهاجر من أصل 800. يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت منظمة أطباء بلا حدود بيانا الأيام الماضية عبرت فيه عن قلقها إزاء مصير 800 مهاجر في مركز إيواء زوارة، قائلة إنهم يعيشون ظروفا إنسانية صعبة لأكثر من 5 أشهر نظرا لعدم توفر الماء والغذاء بشكل كاف. هذا وغادر 117 مهاجرا غير نظامي مركز إيواء الهجرة بمصراتة إلى مطار معيتيغا تمهيدا لإجلائهم إلى النيجر. وضمت الرحلة 5 مهاجرين صوماليين ومهاجرا من دارفور و 111 مهاجرا إريتريا بينهم 33 امرأة و4 أطفال. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجلاء مهاجرون من مركز إيواء الهجرة بمصراتة، حيث تمت العملية عن طريق مفوضية شؤون اللاجئين التي ستنقلهم إلى مركز تابع لها في النيجر للنظر في طلبات لجوئهم. سيتم إجلاء عدد 117 شخص من جنسية إريتريا والصومال ودارفور عن طريق مطار طرابلس عن طريق مطار ميتيغا، وسيتم إجلاءهم إلى دولة النيجر عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة لكن بعد الفاصل. معاناة مدرسة في بلدية غات على الحدود الجزائرية من نقص في المعلمين منذ بداية العام الدراسي الحالي. حواء امرأة ليبية شاركت بكل جوارحها في أحداث بلادها، غير أنها أحست بعدها بالتهميش فقررت إثبات وجودها. وين حصة حواء للكاتب الكبير عبد الرحمن حقيق ونجوم الدراما والكوميديا في ليبيا قريبا وحصريا في رمضان.
يوميات وحكايات تروى في قالب كوميدي تصف قصص الشارع الليبي وتناقضاته. أصيل وأيمن وعلي في الموسم الثالث من أولاد ناس قريباً في رمضان. رحاليستا قريباً في رمضان. قتلى في هجوم بسيارة مفخخة على بوابة 90 شرق سرت، وقوة العمليات الخاصة تبدأ بتأمين المنطقة الوسطى. أهل درنا يدعون للابتعاد عن لغة السلاح، وافتتاح طريق مرتوبة بعد إغلاقها لأكثر من 24 ساعة. وحرس السواحل ينقذ أكثر من 500 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل الصبراتة والقربولي. أهلا بكم من جديد. قال المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إن لجنة التحقيق تواصل أعمالها لكشف ملابسات الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات. وكما أكد السلاك أن هذا الموضوع يحظى بمتابعة من رئيس حكومة الوفاق وإشراف من وزير الداخلية. تم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لحماية مقر المفوضية العليا للانتخابات، وفي هذا الصدد يجدد الرئيس إدانته الكاملة لهذا الهجوم الغادر، ويترحم على أرواح شهداء الواجب من المدنيين ورجال الشرطة، كما يؤكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تعرقل المسار الديمقراطي وإجراء الانتخابات، ويحث على سرعة الإيفاء بالاستحقاق الدستوري الذي ستبنى عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري. وحول ملف المهجرين في الخارج، قال سلاك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بمقر المركز الإعلامي برئاسة الوزراء الثلاثاء، قال إن لجنة متابعة شؤون المهجرين ستشرع الأسبوع القادم في مباشرة أعمالها وعقد اجتماعاتها للتواصل المباشر مع المهجرين وتسوية أوضاعهم ومعالجتها بكل السبل المتاحة. فيما يتعلق بلجنة مستجدات لجنة المهجرين في الخارج، تبدأ لجنة متابعة شؤون المهجرين في الخارج في مباشرة أعمالها وعقد اجتماعاتها بدءا من الأسبوع القادم، ليتم التواصل المباشر مع المهجرين في الخارج وتسوية أوضاعهم والوقوف على مشاكلهم ومعالجتها بكل السبل المتاحة. قالت منظمة Human Rights Watch إن السلطات التابعة لحكومة الوفاق غير قادرة على ما يبدو على كبح جماح الجماعات المسلحة التي تعمل تحت غطائها أو محاسبة مسؤوليها على الانتهاكات وفق تعبير المنظمة. هذا واتهمت Rights Watch في تقرير نشرته الاثنين مجموعة مسلحة مرتبطة بحكومة الوفاق باعتقال الإعلامي سليمان قشوط ومحمد اليعقوبي، مطالبة السلطات الليبية بإطلاق سراحهما فورا أو تقديم أمر قانوني بالاعتقال. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الصحفيين والإعلاميين في ليبيا الصحفيين والإعلاميين في ليبيا هم عرضة للاعتداء الجسدي والتهديد والإخفاء والاعتقال التعسفي من قبل جماعات مسلحة بعضها تابعة لإحدى الحكومتين المتنافستين على الشرعية وفق المنظمة. وإلى ملف آخر، حيث أعلنت لجنة أزمة الوقود والغاز إيقاف تزويد 93 محطة وقود في المنطقتين الغربية والجنوبية وإحالتها لمكتب النائب العام. هذا وأوضحت لجنة أزمة الوقود والغاز على صفحتها على فيسبوك أن فريق التفتيش في المنطقتين الغربية والجنوبية لا يزال يتابع المحطات المغلقة التي تسلمت شحناتها من الوقود وباعتها في السوق السوداء، مشيرا إلى أنها ستصدر كشوفات بأسماء المحطات التي تتاجر بالوقود.
أجل مجلس النواب جلسته الاثنين إلى الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الاستحقاق الانتخابي القادم والاستعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة وفق الإعلان الدستوري. هذا وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، قال إن الجلسة التشاورية عقدت برئاسة عقيلة صالح وحضور نائبه الثاني وعدد من أعضاء المجلس. وأوضح بليحق أن المناقشات خلال جلسة الاثنين دارت بشأن آخر المستجدات وفي مقدمتها الاستحقاق الانتخابي. بحث نائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق مع أعضاء لجنة الاتصالات والمواصلات بمجلس النواب، بحث الخطط والبرامج التي ستوضع بشأن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات. نعم، هذا واتفق الحضور على استمرار التواصل فيما بينهم لاستعراض كل مراحل المشروع وعقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة المختصة من مجلس النواب للقيام بدورها في هذا الجانب والاستعانة بالدراسات الاستشارية، ومؤكدين على ضرورة العمل من أجل استقرار القطاع حتى يتسنى تقديم خدماته للمواطنين في كل المناطق والمدن. كلف أمير غرفة العمليات المشتركة تجورا الشعاب محمد الفيتوري رئيس فرع الأمن المركزي تجورا بتأمين وفتح بوابات ثابتة ودوريات متحركة. ونص القرار قرار التكليف على تأمين مواقع سمافرو البيفي وسبان وجامع بلال ومدرسة عقبة ومثلث الفوار ومثلث أبي الأشهر وأربع شوارع عرادة، وذلك لتأمين الخط الغربي للحدود الإدارية للمنطقة. إلى سبها، حيث نظم عدد من موظفي مصرف الجمهورية فرع سبها الاثنين وقفة احتجاجية تنديدا بعمليات الخطف التي طالت عددا من موظفي المصارف بالمنطقة. وطلب المحتجون في وقفتهم الجهات المعنية بتحمل المسؤولية التامة في هذه الحوادث وإيجاد حلول لفرض الأمن داخل مناطق الجنوب. وتأتي هذه الوقفة بعد العثور في اليومين الماضيين على جثة مدير مصرف الجمهورية فرع غدوة مقتولا على الطريق الرابط بين مدينة مرزوق وتراغن بعد اختطافه. استهداف القطاع المصرفي بمثل هذه الأعمال الشنيعة لزيادة الإرباك بالمشهد الليبي ولإثارة الفوضى، ونظرا لما يعانيه موظفي المصارف من تهديدات وبقوة السلاح من أجل تحقيق مآرب ضعاف النفوس وأمام الملأ، ورغم علم جميع الأجهزة الحكومية بذلك إلا أنها لم تحرك ساكنا، ونتيجة لهذه الوقائع ندعو جميع موظفي مصرف الجمهورية بكافة فروع المنطقة الجنوبية لوقفة احتجاجية. وفي سبها أيضا نظم طلبة وطالبات مدرسة شهداء جنين للتعليم الأساسي في بلدية سبها صباح الاثنين وقفة احتجاجية حدادا على زميل لهم توفي جراء سقوط إحدى القذائف العشوائية. ونشهد الطلاب خلال الوقفة المسؤولين في الدولة إيقاف الحرب في سبها، معبرين عن رغبتهم في العيش بأمن وسلام. ونبقى في الجنوب، حيث استقبلت مخازن جهاز الإمداد الطبي بسبها يوم الاثنين شحنة من الأدوية مقدمة من لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني. وتحتوي الشحنة على أكثر من 28 صنفا من المضادات الحيوية وبعض الأدوية العامة التي لم يجري توريدها للمخازن منذ 3 سنوات، على أن توزع على المراكز الصحية العاملة داخل مدينة سبها وباقي مناطق الجنوب. الأدوية اللي تم توفيرها عن طريق وزارة الصحة وبطلب من لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية، تم التنسيق مع الوزارة ومع السيد الوزير في احتياج عاجل في المنطقة الجنوبية، تم تحديد الأصناف عن طريق لجنة الأزمة وتم التواصل، وبفضل الله تم توفير جزء كبير منها. الأصناف هذه حتتوزع على المرافق الصحية في المنطقة الجنوبية من الشويرف والجفرة لغاية غاتوة القطرون. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى أخبار الاقتصاد رفقة الزميلة يارا جويدر. إليك يارا. شكرا لك رافع. شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية.
أكدت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني تنفيذها أذونات صرف مرتبات شهري مارس وإبريل الماضيين لكافة الجهات العامة كما وردت من مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، موضحة في منشور على حسابها بفيسبوك أن أذونات الصرف أحيلت للمصرف المركزي بطرابلس لاتخاذ الإجراء المتبع لصرفها، فيما أعلنت أن مرتبات شهر مايو الجاري ستحال منتصف الشهر بمناسبة شهر رمضان. أعلنت إدارة الدعم الفني لمنظومة الموازنة الاستيرادية بوزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الوفاق كشفها الثلاثاء عن لائحة الشركات المرفوضة من المتقدمين بطلبات توريد برسم التحصيل. وأكدت الإدارة في صفحتها الرسمية بفيسبوك أن إيرادها أسباب الرفض في لائحة المرفوضين، مشيرة إلى إمكانية الاعتراض عليها من قبل المتقدمين إذا كانت صحيحة، وذلك وفق شروط القرار التي وضعتها وزارة الاقتصاد والمنشورة في صفحة الدخول للمنظومة، لافتة إلى أنها لم تفحص كل الطلبات بعد. أقام جهاز الحرس البلدي بمدينة مرزق دوريات للكشف عن صلاحية المواد الغذائية داخل المحال التجارية المعروضة للبيع للمواطن أو الموجودة داخل المخازن، حيث جرى ضبط 1000 دستة عصائر طبيعية من قبل عناصر الجهاز خلال جولتهم، إلى جانب كمية من المواد غير الصالحة للاستهلاك بسبب انتهاء مدة صلاحيتها. الدوريات المركزية بفرع جهاز الحرس البلدي مرزق قائمة ب جولات تفتيشية على محلات الجملة من أجل ضبط العصائر نوع مانجا صنع مصري، والعصائر هذه وجد أنها توجد بها مواد مسرطنة، وحاليا نحن في محل الجملة بمنطقة مرزق بحي سكرة، وتم ضبط ما يقارب أكثر من 600 دسة عصير مانجا. الآن ننتقل لنستعرض معكم سعر إغلاق صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية. تستمر فعاليات مهرجان رمضان للتسوق لليوم الثالث على التوالي على أرض معرض طرابلس الدولي، ويتميز المعرض حسب القائمين عليه بفرصة التسوق بالبطاقة المصرفية والسك تسهيلا على زائريه، إضافة إلى أنشطة ترفيهية مواكبة لفعاليات المعرض. هذا وكان مدير الهيئة العامة للمعارض قد افتتح الأحد المهرجان الذي يعقد للسنة الثانية، وتمتد فعالياته حتى 13 من شهر مايو الجاري بمشاركة عدد من الشركات المحلية في مجالات الصناعات الغذائية والملابس. الآن نلقي نظرة سريعة على الأسعار الحالية للنفط والمعادن الثمينة في السوق العالمية. بهذا تنتهي الأخبار الاقتصادية، وهذه عودة إلى الأخبار الرئيسية. إليكما غالية ورافع. شكرا لك يا لكما. أقيمت بمدينة طرابلس الثلاثاء ورشة عمل ناقشت القانون 59 من نظام الإدارة المحلية تحت رعاية وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني. نعم رفع، وتناولت الورشة عيوب القانون من خلال عدد من ورقات العمل التي أوضحت أن القانون يخلو من معايير إنشاء البلديات ولا يعطيها صلاحيات للقيام بواجبها على أكمل وجه، بالإضافة إلى نقل الاختصاصات وتعطيل صلاحيات البلديات. هذا وشارك في الورشة عدد من المسؤولين بالدولة وأعضاء من مجلس النواب وممثلو البلديات ومديرو الإدارات بالوزارة. تعقد هذه الورشة لإصلاح القانون 59 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية بوجود لفيف من القانونيين والمهتمين، لعل هناك فطاحلة حضر اليوم لهذه الورشة. خلال قراءتنا المتأنية له وجدنا فيه كثير من العيوب وعدم مراعاته للتطورات الحديثة
في الإدارة المحلية وفيما يتعلق بتنظيم عمل البلديات والمحافظات، بل أنه لم يراعي التطورات التي حدثت في ليبيا قبل صدوره. لذلك رأينا أن نسلط الضوء على هذا القانون ونوجه المشرع بمجموعة من المقترحات على أساس تخصصي قانوني صرف لعله يتمكن من تلافيها لاحقا. نظم قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة مصراتة احتفالية اليوم الثقافي الفلسفي الأول بقاعة المؤتمرات في الكلية. نعم، وتضمن هذا النشاط عدة برامج منها حوارية فلسفية تحت عنوان ضرورة الفن وقراءات شعرية لمجموعة قصائد ألقاها عدد من الشعراء، وكان الختام بعزف منفرد وعزف جماعي أحياه بعض الموسيقيين الشباب. هذا اليوم طبعا كان يحتوي على عديد من المناشط، أهمها حوارية فلسفية بمعنى أو بعنوان ضرورة الفن. تم ذكر فيها أهمية الفنون في حياتنا وضرورتها. أيضا كان هناك مجموعة من إلقاء لقصائد شعرية لمجموعة من الشباب المميزين جدا. هناك أيضا حفل موسيقي أقامه أو أحياه بعض من الشباب المهتمين بالموسيقى. إلى نشاط آخر، حيث نظم طلبة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة مصراتة لقاء ترفيهيا سموه English Break. وكما تضمن اللقاء عددا من الفقرات الموسيقية والشعرية والكوميدية والخطابات التحفيزية والعروض المسرحية، كما أقيم على هامش الحدث معرض فني للرسومات والصور. الهدف من البرنامج انه كان يكون راحة للطلبة، استراحة من ضغط المواد وضغط الامتحانات، وترفيه في نهاية السمستر وقبل يكون قبل الصيام. الحدث كان تضمن انه فيه عروض موسيقية ومسرحيات ومعها ستاند اب كوميدي، الكوميديا الارتجالية وفقرات للخطابة اللي هي الأوريشن. English Break هو حدث أقامه طلبة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، فيه نوع من يعني اسمه فيه اللي هو بريك، معناه بياخذوا راحة شوية قبل الامتحانات. الحدث يتضمن جزئين، اللي هو جزء في المسرح كان لمدة 3 ساعات، وكان فيه عروض وخطابات كلها باللغة الإنجليزية، ومعظم الجمهور كان من طلاب اللغة الإنجليزية وأي حد يحب اللغة الإنجليزية. نعم رافع، يبدو أن ما شاء الله المدارس والجامعات تسخر بالاحتفاليات والنشاطات الترفيهية والثقافية أيضا. بالتأكيد نتمنى التوفيق لكل الطلبة والطالبات في كل ربوع ليبيا. ونذهب إلى خبر آخر مشاهدينا الكرام، حيث أحيا منتسبو مديرية الأمن ببلدية مرزوق اليوم العالمي للمرور وأسبوع المرور العربي بالمدينة، بالقيام بجولة تفقدية بالمدينة وتوعية المواطنين باحترام أفراد الشرطة، والذي حمل شعار التزامك بالنظام دليل وعيك، وذلك من أجل الاحترام والتقيد بقوانين المرور. وكما قال رئيس قسم المرور بمرزق لطفي معتوق، إن الهدف من أحياء هذه المناسبة هو تنبيه سائقي المركبات إلى تجنب وقوع الحوادث على الطرقات العامة. وأضاف الناطق الرسمي بمديرية الأمن أبو بكر محمد، أضاف أن هناك عدة مناشط احتفاء بالمناسبة تم التنويه بها عبر أئمة المساجد والتعاون مع الجهات المسؤولة الأخرى. الهدف من الإحياء هذه الذكرى هو تنبيه على مستعملي الطرقات العامة سواء سائقين أو مشاة للتجنب الحوادث الأليمة التي تحصد أرواح الأبرياء. تم التنويه عليه من خلال هيئة الأوقاف، من خلال المساجد، رجال المرور قائمين بدورهم على أكمل وجه. أما الآن مشاهدينا إلى أخبارنا الرياضية مع الزميل عبد الحكيم الراجحي. إليك عبد الحكيم. شكرا لك غالية. مشاهدين أهلا بكم.
تنطلق الخميس القادم مباريات مرحلة التتويج في الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتي الأسبوع الأول من مرحلة الذهاب، حيث يستضيف فريق الاتحاد فريق الأهلي بنغازي في ملعب طرابلس في مباراة سيراقبها أحمد بوشعالة، بينما يستضيف النصر فريق الأهلي طرابلس في ملعب شهداء بنينة في مباراة سيراقبها أيضا علي عطية. يشار إلى أن لجنة المسابقات قررت انطلاق المباريات في توقيت واحد في تمام الساعة 5 مساء دون حضور الجمهور. فاز مساء اليوم فريق الاتحاد لكرة اليد في آخر مبارياته مرحلة الذهاب من الدوري الليبي للعبة بعد فوزه على فريق اتحاد الشرطة. انتهى الشوط الأول للمباراة بتفوق فريق الاتحاد على نظيره اتحاد الشرطة بفارق هدفين بأحد عشر هدف مقابل 9. وفي الشوط الثاني وسع الاتحاد الفارق بإنهائه للشوط واللقاء ب31 مقابل 23. ورغم خسارته لقب الكأس حظى فريق السويحلي للكرة الطائرة باستقبال جماهيره التي احتفلت باللقب الثامن للدوري الليبي لكرة الطائرة الذي دخل خزائن النادي. عبد الباسط عمار والتفاصيل. رغم فقدانه للقب الكأس أمام الأهلي بنغازي إلا أن فريق السويحلي للكرة الطائرة حظي باستقبال كبير أثناء وصوله لمدينة مصراتة يزف عريسا للبطولة الثامنة في تاريخه. ما هيش غريبة سوحلي الأول في ترتيبه. الحمد لله يعني ربي وفقنا بالبطولة واليوم ما حالفناش الحظ يعني في الكأس، لكن الحمد لله يعني درنا موسم رائع وإن شاء الله منتقدم تقدم إن شاء الله. قصة البطولة بدأت من مصراتة حيث ترشح السويحلي كمتصدر لمجموعته بالعلامة الكاملة، لتتواصل تفاصيل الرواية بمدينة البيضاء وفيها واصلت طائرة السويحلي التحليق عاليا فوق الجميع. من مصراتة إلى البيضاء وصولا إلى غريان التي كانت شاهدة على ختام رحلة الإبداع والإقناع. زي ما شفت الفرحة يعني بالدوري كبيرة من هنا زوز زي ما قلت لك الحمد لله رب العالمين، يعني نشكر كل الجمهور وإن شاء الله السنين الجاية يعني نديروا ثنائية لقب ثامن في خزائن القلعة الحمراء أكد من خلاله النادي على علو كعبه محليا بانتظار أن ينسج على المنوال ذاته خارج حدود الوطن. The best things for cycling in Misurata for fans and we bring titula in Misurata after two years and I am very happy for fans. إدارة وجماهير السويحلي كانت وفية للاعبيها الذين استقبلوا بترحاب كبير في منظر منقطع النظير والصورة أبلغ من أي تعبير. توج فريق طرابلس بلقب بطولة كأس ليبيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بعد فوزه على فريق بنغازي، وحصل فريق طرابلس على 39 نقطة مقابل 31 لفريق بنغازي خلال 4 أشواط جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضرات، وتعتبر المباراة النهائية لتصفيات كرة السلة للكراسي المتحركة بداية لاختيار عناصر منتخب ليبيا الذي تنتظره مشاركات إقليمية وقارية في الفترة القادمة. أجرت أمس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد قرعة مسابقة كأس ليبيا للعبة التي تقرر أن تلعب في شهر رمضان المبارك بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية حيث سيواجه فريق الاتحاد فريق المدينة، بينما سيلعب الأهلي طرابلس مباراته مع فريق الصباح، وفي مباراة ستكون قوية سيتقابل الجيران المشعل مع الشموع ويواجه فريق الشرطة فريق الجزيرة أيضا في أبرز مباريات الكأس. قررت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة السلة تأجيل مباراة النصر مع الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا للعبة إلى موعد سيحدد لاحقا، بل حددت اللجنة يوم الثلاثاء موعدا لإقامة هذه المباراة. المباراة التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضية بمجمع سليمان الضرات ببنغازي ستجمع الفريقين في موعدها المحدد بعد أن تأهل كل منهما عن المنطقتين الأولى والثانية. المتوج بلقب الدوري فريق النصر يسعى للمحافظة على ثلاثية الموسم الماضي، أما الأهلي طرابلس فيبحث عن أول لقب له من ألقاب الموسم الحالي في كرة السلة.
عالميا ننهي أخبار الرياضة، حيث حجز كليفلاند كافاليرز بطاقة التأهل لنهائي القسم الشرقي من الدوري الأمريكي لكرة السلة بعد فوزه على تورنتو رابتورز ب 128 نقطة مقابل 93. المباراة شهدت أداء قويا من نجم كليفلاند ليبرون جيمس الذي سجل 29 نقطة ليقود كليفلاند للفوز بأربع مباريات دون مقابل وينجح في إقصاء تورنتو للمرة الثالثة من الأدوار الإقصائية. وسيلتقي كليفلاند في نهائي القسم الشرقي مع الفائز بين فيلادلفيا 76ers وبوستن بروينز. شكرا على المتابعة، أترككم الآن مشاهدينا مع غالية ورافع وبقية الأخبار التي لديهما. شكرا لك حكيم. شكرا. اختتمت بمسجد الرعيضات بمدينة مصراتة مسابقة ليبيا القرآنية السنوية في دورتها 27. وتقدم لي المسابقة 76 مشاركا على مستوى المدينة تنافسوا على 3 جوائز: القرآن الكريم كاملا والنصف الأخير والربع الأخير. يشار إلى أن المسابقة من تنظيم مكتب أوقاف مصراتة وبرعاية أهالي منطقة الرعيضات. كل مدرس في مركز التحفيظ يختار طالبا أو طالبين أو 3 ليشارك بهم في مثل هذه المسابقات، ثم تقام في المرحلة الثانية على مستوى الوحدات بالنسبة للمكاتب التي لها وحدات، ثم تقام على مستوى المكاتب، ثم تقام على مستوى الدولة الليبية. فهذه المسابقة التي ينظمها مكتب أوقاف مصراتة. تعاني مدرسة شهداء إيسين الواقعة بمحلة إيسين في بلدية غات على الحدود الليبية الجزائرية تعاني من نقص في المعلمين منذ بداية العام الدراسي الحالي. هذا النقص يأتي بالتزامن مع بعد المسافة والنقص الحاد في الوقود، وهو ما أثر سلبا على سير العملية التعليمية بالمدرسة. يشتكي قطاع التعليم في محلة سين الواقعة على الحدود الليبية الجزائرية والتابعة لبلدية غات من نقص في المعلمين منذ بداية العام الدراسي الحالي بسبب بعد المسافة والنقص الحاد في الوقود، حيث تبعد المدرسة عن مركز مدينة غات نحو 21 كيلومترا. بروحهم بادلين مجهودهم، لكن باش يجوا ما عادش قدروا، أولياء الأمور ما عادش قدروا يعني كيف يخلصوا السيارة اللي توصلها. 14 كيلو يوميا هذا ما عادش قدروه الناس، لأن في اللي ما خلصش زي ما قلنا يعني ما خلصش عنده 4 سنوات 3 سنوات. هذا اللي يخلي المدرس، وبارك الله فيهم، مدرسين بادلين مجهودهم بالشكل يعني نقولوا زايد. مدرسة شهداء سين للتعليم الأساسي هي الوحيدة في المحلة وتعتمد على مجموعة من المتطوعين لتدريس الطلبة في المواد الأساسية بعد توقف الدراسة تماما في فترة سابقة لعدم تمكن معلمي العقود من الوصول إليها يوميا، في الوقت الذي يسعى فيه الأهالي لتوفير الوقود لنقل المعلمين، إلا أنهم ما لبثوا أن توقفوا بسبب عدم مقدرتهم على الحضور بعد ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء. في نقص مدرسين في مواد أخرى، ولكن التخصص القريب من تخصصي اللي خلاني طبعا نتطوع لها المدرسة بحكم المدرسة بعيدة يعني مسافة على منطقة غات، يمكن لو أنها قريبة من غات أو بركة يمكن حيلقوا حتى حل نسبي، ولكن بعد المنطقة على البركة وغات هل يخلي حتى المدرسين سواء حتى اللي انقطعوا اللي كانين يدرسوا هنا، يمكن في مدرسين حسب ما فهمنا لما جينا هنا مدرسين عقود ولكن ما عادش اصبح عندهم استطاعه يوصلوا لهالمنطقه. احنا توا كل يوم ما ناخذوا في المواد، يعني بعض المواد ناخذوا فيها، وليش؟ لان في بعض المدرسين ما يقدروا يجوا على الوقت، وفي عندهم مشاكل طبعا في وسائل الوصول السيارات طبعا، وفي بنزينة والوقود ومصارف كثيرة. ما زالت أزمة الوقود تؤثر في كافة مناحي الحياة ببلدية غات والتي لم يصل إليها منذ أكثر من 5 أشهر. السكان هنا ينتظرون انفراج الأزمة
ليتمكن 150 طالبا في مدرسة إيسين من إكمال دراستهم بشكل طبيعي. يبدو أن لوزارة التعليم مسؤوليات كثيرة في ليبيا. إذا المشاهدين وصلنا إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. قتلى في هجوم من سيارة مفخخة على بوابة 90 شرق سرت، وقوة العمليات الخاصة تبدأ بتأمين المنطقة الوسطى. أهالي درنا يدعون للابتعاد عن لغة السلاح وافتتاح طريق مرتوبة بعد إغلاقها لأكثر من 24 ساعة. وحرس السواحل ينقذ أكثر من 500 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل صبراتة والقربوبي. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت libyalahrar.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على حسن المتابعة. اصبحوا على خير.